ما تمشي لواحد دجال يقول لك الرقية بتاعتنا وتعلينا نديك أوراق وبخرات تمشي تتبخر بيها، يديك ورقة والورقة تولعها في النار والدخان في نخريك ويكفلوك. شفت بيه بطانية وغمتوك جماعة قويين جدا، يغمتوك تحت كده انت بتكون بتكورك من أثر الدخان. وذاك يقول لك الشيطان، الشيطان بكورك يخدم الشيطان ياخ ياخ دانا روحي دار تمرق ياخ. لكن ده علاج سقيم وعلاج ما عنده علاقة بالسنة، كويس؟ ما تمشي لدل بيضيعوك، والله يضيعوك، ممكن تموت انت تحت شيخ من الشيوخ دل يغمتك كده تحت دخان. ليه ياخ؟ العلاج بالسنة، رقية بالسنة، تقرأ المعوذتين، تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، علاج بالنسبة لك. والقرآن شفاء، أقرب لك، ما قدرت زول يقرأ لك. ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، اقرأ لك قرآن أقرب الناس لك، زول بيعرف القرآن، إمام المسجد، ما شرط محل معين. والمسألة ما تجارة عشان تمشي طوال المراكز، يقول لك مركز التبيان للعلاج بالقرآن ومركز الفرغان للعلاج بالقرآن، ده تجار سايدين ما تمشي لهم، ده التجار. الرقية دعاء يا اخوانا، الدعاء ده داير له محل، يفتحوا له محل الدعاء. ابن تيمية قال والرقية نوع من انواع الدعاء. امشي لزول بتحسبه صادق بيحب لك الخير، خليه يرقي لك دعاء. تمشي فاتحين مراكز يقول لك الجلسة ب50، جلسة عامة، وجلسة ب150، جلسة خاصة، ويجيك بشنطة في البيت دي جلسة ب300 جنيه، قال ده شنو ده؟ ده لعب، لعب بديم. ما تمشي لديل أي زول بتحسب فيه الخير لو اضطريت يرقيك. مطر براك، أرقي لنفسك بالمعوذتين بالفاتحة فهي شفاء. ضغط المجتمع لعبوا عليهم، عاملين فيها شيوخ بتاع الدين، وفي النهاية هم سحرة وبيكتبوا في الحجبات وضروا المجتمع ده كله، كل المجتمع ده ضروا، كويس؟ امشي اكتب السحر ويدفنوه. واحد كلمني من الطلبة معانا قال لي أنا ماشي بجنب المقابر، قال لي جيت نسوان بيدفنوا في المقبرة، خليتهم مشوا، جيت قال لي حفرت الحاجة بيدفنوا فيها، قال لي لقيت ضب الضب الواحد بتاعنا ده قافلينه في علبة، قافلينه قوي ودفنوه جوا، كويس؟ ومشوا فاتوا، قال لي جيت فكيته غمران داري يموت خلاص، قام جرى فات حي. انت عارف ده الساحر الدجال المجرم ده بيكون كاتب الزول ده انه الشيطان يقول له اول ما الضب ده يموت تاكوت للزول البغادي ذاك. سحر، ضرر، اذى في المجتمع كله توصوا فيه ديل عشان ما تتغشى. وانا بقول لك الكلام ده دي حقائق وحقائق مره، جنبنا بجاية قريب ولا بعيد. النسوان واقفين له بالصف، اكتب لي دي واكتب لي دي ويبيع لهم بالقروش. سحر ودجل وشعوذه كله ولعب بالشريعه، والله ديل بس يوم اللي قبض واحد منهم اقطعوا راسه في ساحه كبيره ويجيبوه في التلفزيون مقتل اول ساحر ودجال قبض عليه يكتب السحر. خليه قتل واحد، والله واحد منهم يمرق برا يمشي يشوف له شغله، امشي بيع طماطم في السوق يا اخ، امشي بيع ليمون في السوق، اتقاضى اجري حلال، تاكل بالشرك وبالضرر والعياذ بالله. السحر لو لقيت مكانه تحل العقد، اصلا لو لقيت سحر تحل العقد، وبعد ذاك تتلفه تمزقه وتجدعوا خلاص كده بكون الزول اللي عملوا السحر ده انتهى منه. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم امشوا، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اراه السحر بتاعه في قعر بئر ذروان تحت صخره، خاتنه عاملينه اليهود تحت صخره. ارسل علي بن ابي طالب وعدد من الصحابه مشوا رفعوا الصخره واخذوا السحر ولقوا المويه بتاعت البئر كانها نقاعه الحناء من الاثر بتاع السحر. جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حل العقد واتلفوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فنشط، قال ووجد خفه في جسمه. لو لقيت السحر تتلفه، ما لقيته ترقي، رقيه شرعيه بالقران وبالسنه والادعيه.